نعم، عندنا الأخ ألو، أحمد من سلطنة عمان، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. أهلا وسهلا، أهلا بشيخنا الكريم شيخ ياسر، حياكم شو الله. أخبارك؟ أهلا وسهلا، بارك الله بكم، حياكم الله. شيخنا أنا لي طلب. قبل 4 سنوات تقريبا، بداية اطلاعي على المذهب الشيعي، شفت مقطع في اليوتيوب. هذا أول مرة يعني أنا أبحث في المذهب الشيعي، فشفت مقطع وأنت في القنوت تقتدي بالزهرة عليها السلام. فأنا ما كنت أعرف يعني في بداية، أنا كنت على المذهب الإباضي، فبدايتها لما شفت المقطع تفاجأت وأنت تنزل اللعنات على الجبت والطاغوت، فأخذتني يعني الصدمة فلعنتك، فأطلب منك السماح في هذا الأمر. قد سامحتك وبرأتك الذمة وأسألك الدعاء. الله يخليك. واستمريت في البحث سلسلة كيف زيف الإسلام وكذوبة الصحابة، والحمد لله رب العالمين، وصلت إلى قناعة إن أهل البيت عليهم السلام هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ما شاء الله، وأسألك أن تدعي لي كثيرا، إن شاء الله. لأني أعاني في السلطنة وأعاني من أهلي ومن أقاربي ومن بعض أصحابي. أعانك الله عز وجل ورفع قدرك في الدنيا والآخرة إن الله شاء الله تعالى، أفرحت القلب. إلهي آمين، إلهي آمين. بارك الله ودي فيك. أنا أعلن، أنا خلاص يعني متشيئ الحمد لله، صار لي 4 سنوات ودي أعلن، بس أخاف يقتطعوا المقطع وتصير بلبلة ويدوروا علي عاد أكثر وأكثر وتصير لي كذا. بس سامحك الله إن شاء الله. أنا الحمد لله يعني مؤيد لك كثيرا، يعني جزاك وراك الله، وراك جزاك وأتبعك، الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله. وأتمنى دائما أن يظل التشيع الرافضي تشيع، هذا التشيع الذي نفتخر ويكون لنا العزة والكرامة، على عكس البعض الشيعة للأسف اللي فيهم التنازل، اللي ترى فيه التنازل والانخضاع بصورة يعني تدل على أن الإنسان الشيعي كأنه ذليل. فأشكركم شيخنا وعذرا على الإطالة. الله بارك الله بك يحفظكم، أخي، بارك حياكم الله بك، الله، شكرا أهلا جزيلا. وسهلا بكم، الله يحفظكم. أهلا وسهلا. شيخنا، ما هؤلاء شاء هم الله، ضخمة ما شاء طبعا. الله، الحمد أنا لله، الحمد لله رب العالمين. شيخنا ناخذ اتصال أخ محمد من وهذا نعم، أنا لحظة بس قليل ناخذ اتصال. اللي ذكر تشيع على يدنا من المذهب الإباضي سابقا، قلة يعني. هذا الآن أول مرة طبعا أتشرف بالأخ الكريم، وقلة كانوا اللي من سلطنة عمان من الإباضية الذين تشيعوا على يدنا، وإن شاء الله يكون مفتتح أكثر فأكثر إن شاء الله. وإن شاء الله الأخ أحمد وبقية الإخوة يبذلون جهدهم إن شاء الله تعالى في تبصير بقية أهل عمان الكرام بحقيقة أهل البيت وحقهم صلوات الله عليهم إن شاء الله.